قصتي مع الشاه هي قصة الغدر ونقض العهد وإيثار الدنيا على الآخرة. وبعدما عدت من موسكو هل حاولت لقاء؟ أصلحت ما بين روسيا وما بين إيران، ثم عدت إلى طهران فرفض أن يقابلني. تعجبت لأمره، كيف يعاهدني ثم يخون؟ أكان غاية ما يرجوه هو أن يستغل معرفتي بساسة الروسية؟ ولماذا لم تحاول لقاءه على وجه من الوجوه لتكون على بينة من أمرك؟ هذا ما فعلته يا عبد الله النديم، فقد حذرته من كيد الكائدين ودس الدساسين. يبدو أنه أذن سريع التصديق لما يسمع. وما قلت يا عبد الله؟ قالوا كافر وقالوا ملحد، ورفع أصحاب الدنيا سيوفهم المشرعة في وجهي وساءت الأحوال، وأنا ماض في تعليم الناس، أقوم على تعاليم العروة الوثقى أن أفهم الضعفاء كيف يصيرون أقوياء. والميرزا علي أصغر خان ماذا عنه؟ ماذا كان دوره؟ كان هو السبب الوحيد والمباشر في كل المفاسد والعيوب، فقد خرب البلاد وشتت العباد وأفقر الشعب. والتجأت بعد ذلك إلى مقام عبد العظيم بعيدا عن كل هذا الضجيج، حتى اقتحم علي الجند في ليلة شاتية شديدة البرد، وألقوا عمامتي واقتادوني وأنا أرتعد من الحمى، كنت مريضا. اقتادوني عبر طريق كرمانشاه إلى مدينة قم. كانوا يغيرون الحراسة حتى لا يتأثر الحراس بكلامي، وتنقلت في البلاد وهكذا، فأنت تراني هنا في الأستانة. ليتك ما قدمت إلى الأستانة يا أستاذ. لماذا؟ لقد استدرجوك إليها، وأغلب الظن أنك لن تخرج منها. ولكنني لا أفكر في الخروج منها يا عبد الله النديم، ولماذا أخرج؟ لن تخرج منها لو حاولت. هذا ظني، إنه قفص من ذهب. صار السلطان عبد الحميد أمل المسلمين ورجاء الإسلام، وهو جاد في إقامة الوحدة بين المسلمين. قل لي، من الذي أغراك بالمجيء إلى الأستانة؟ الشيخ أبو الهدى الصيادي. كان صديقك وكاتم سرك ولا يركب العربة قبلك، واليوم كيف صار حاله؟ تغير وتبدل وصار يدس لك عند السلطان. قد تعودت مثل هذا يا عبد الله يا نديم، مثلي لا يخشى الدسائس والمؤامرات. أنا أفعل الواجب، ولتأتي الأيام بعد هذا بما تشاء. وإنه سيان عندي، طال العمر أو قصر، فإن هدفي أن أبلغ الغاية، وحينئذ أقول فزت ورب الكعبة.
لابد من جراحة لهذا الفك. لا، لن أجري جراحات. استشرى المرض ولا بد من إجراء الجراحة. ألا أقوم بأمر المسلمين في فترة بالغة الخطورة من تاريخهم؟ هناك دول كبيرة تريد أن تستعمر البلاد وتستذل العباد، وأنا أحاول أن ألعب على الجميع، ألعب لعبة بالغة الصعوبة تحقق التوازن الذي يبقي لنا الاستقلال ويميزنا. لن يمكنك من هذا جمال الدين. كان جمال الدين صديقك. هذا صحيح، ولكن إخلاصي لمولاي أهم عندي من رضا صديقي. الرجل صاحب فكر سياسي، وأنت عالم دين يا شيخ أبا الهدى. فكركما مختلف، وفي كل منكما الخير والبركة إن شاء الله. حرصي على الدولة العلية العثمانية أكثر من حرصي على حياتي يا جلالة الباديشاه. وهذا ما ينبغي أن يكون يا شيخ أبا الهدى الصياطي. الدولة العلية العثمانية هي علامة ما تبقى للمسلمين من وجود في هذا العالم، وأدعو الله ألا أشهد اليوم الذي تذهب فيه. وما يذهبها يا مولاي؟ ندعو الله أن يمد في عمرك ويمتعك بالصحة حتى تصل بنا جميعا إلى بر الأمان. ولكن يا مولاي أحذرك من جمال الدين. إني ألعب لعبة خطرة. العدو الذي أمامي هو الروسيا، أطماعه بالغة في أراضينا، لا يقف أمامه سوى الإنجليز، وهم من يكره جمال الدين ويرى فيهم العدو الحقيقي. أيفكر في أمر لا يفكر فيه مولاي السلطان؟ أعوذ بالله، هذا هو الجحود والمروق والبعد عن الدين. جمال الدين له عقل قل أن يوجد له مثيل في هذا العالم. دعه لي. إننا معشر المسلمين إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير فيه. ولكن ألا ترى أيها السيد أن هناك فرقا بين حالتنا اليوم وحالتنا منذ 30 سنة؟ من أي ناحية؟ من ناحية الرقي والأخذ بأسباب العمران، مما يؤكد أننا تقدمنا تقدما ملحوظا. إن ما نراه اليوم من حالة حسنة فينا هو عين التقهقر والانحطاط. ولماذا يا أستاذ؟ لأننا في تمدننا هذا مقلدون للأمم الأوروبية، وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة لهم والرضا بسلطانهم علينا. وما هي الطريقة القويمة التي ترى أن نسلكها لنلحق بتقدمهم حسب اعتقادك؟ لابد من حركة دينية. أوضح لنا أكثر يا أستاذ. إننا لو تأملنا سبب انقلاب حال أوروبا من الهمجية إلى المدنية لرأيناه لا يتعدى الحركة الدينية التي قام بها لوثر ودعا إليها الأمم الأوروبية بإلحاح وصبر زائدين، فأصلح أخلاقهم وقوم اعوجاجهم وطهر عقولهم ونبههم إلى أنهم إنما ولدوا أحرارا، فلماذا استعبدهم المستعبدون؟ ودور المسلمين في نهضة الغرب؟ صدقوني إن أساس حركة التقدم في الغرب قد نشأت من اختلاطهم بالمسلمين في بلاد الأندلس وفي الحروب الصليبية. وكيف السبيل إلى أخذ مكاننا بين الأمم الراقية؟
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو قانون القرآن الكريم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إن سوء الحالة الروحية في قارة أوروبا وضغط التقاليد عليهم، كل ذلك ساق لوثر إلى الصخب وإثارة الشغب ورفع الصوت بالدعوة إلى الإصلاح الديني الذي عبرت عنه بالحركة الدينية. أما المسلمون فدينهم ما هو موجود بالقرآن الكريم، وهو محفوظ من التغيير والتبديل، وهو جدير بأن يكون سبباً لسعادتنا وجمع كلمتنا. ومن ثم لم أفهم معنى الحاجة إلى الحركة الدينية التي تدعو إليها. إن حركتنا الدينية هي كناية عن الاهتمام باقتلاع كل ما رسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم للعقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الصحيح. هذا هو عين الصواب، وهذا هو طريق النجاح والفلاح. جلالة السلطان يريدني اللحظة. ماذا تعني قطعة من الأرض في إمبراطورية واسعة الأرجاء كالإمبراطورية العثمانية؟ أية قطعة من الأرض في ملك المسلمين تساوي كل ملك المسلمين، والتفريط في قطعة من الأرض يساوي التفريط في كل الأرض. هذا رأيي. الهدوء يا شيخ أبا الهدى الصيادي. أنا هادئ يا حييم أفندي. قطعة من الأرض يأخذها اليهود، يقيمون عليها وطنا قوميا لهم في فلسطين، واليهود من رعايا الدولة العلية، ويستطيعون تقديم خدمات لا حد لها للدولة. خدمات للدولة؟ خدمات كثيرة، قروض، مد خطوط السكك الحديدية، وهناك أشياء لا يعلم بها السلطان عن ثروة تكمن بأرض البلاد التي يحكمها. نحن نعرف سرها ونعرف كيف تخرج ليستفيد منها، وقد يستطيع التحكم من خلالها في العالم. كل هذا في مقابل قطعة من الأرض لا تقدم ولا تؤخر. هذا كلام يقال لرجال المابين أو الصدر الأعظم أو الوزراء. هذا كلام لا يقال إلا للسلطان نفسه. إذن عليك أن تخبره بنفسك. سوف أفعل عندما تجمعني به. أجمعك به؟ نعم. ثروة تكمن في أرض بلاده، تعرفون سر استخراجها، وبها يكون أغنى السلاطين في العالم؟ بالضبط. سوف أخبر جلالة السلطان بهذا الكلام.